تغير المناخ يلقي بظلاله على البشر ومعيشتهم الطبيعية والحضارية والإنسانية، بما في ذلك سياساتهم الاقتصادية والمالية، ناهيك عن البنى التحتية. وبمعنى آخر، فإن تغير المناخ يؤثر على الموارد الأساسية والإمكانيات والطاقات الطبيعية التي يحتاجها المجتمع للقيام بنشاطاته. ولذا نجد بأن الإنسان يعمل على وضع حلول وبرامج للحد من آثار تغير المناخ، لكن وبكل أسف فإن البرامج والحلول تفشل، مما يدفعنا للتساؤل عن السبب. فنقول لماذا؟ نعتقد بأن السبب يكمن في عدم استخدام المنهج الصحيح للتعامل مع مشكلة تغير المناخ. وعليه فإن الأمم المتحدة للبيئة تقترح استخدام إدارة النظام الإيكولوجي، لأنها تعتمد على النظام الحيوي وموارد النظم الإيكولوجية كاستراتيجية عمل لمساعدة الأشخاص على التعامل مع تغير المناخ. ولأن أفضل الحلول لدينا توجد في الطبيعة، حيث أنها توفر لنا بنية تحتية طبيعية لتنظيم المناخ والتحكم في الفيضانات، وكذلك لحمايتنا من الأعاصير والعواصف والحفاظ على المياه السطحية والجوفية. هناك فوائد أخرى لإدارة النظام الإيكولوجي، فهو يعد أقل تكلفة ويعزز قدرة الناس على مواجهة الأحداث الطبيعية المتغيرة والطارئة، كما أنه يقوي الحياة المعيشية من خلال حماية المحاصيل الزراعية والمساكن. إن إمكانية تطبيق هذا المنهج كإجراء استراتيجي للتعامل مع آثار وتبعات تغير المناخ، فهو يلائم استخدام الجهات المحلية ويساعدها في إدارة مواردها المائية بشكل ملائم. هذا ويوفر لنا الاستخدام السليم لمنهج النظم الإيكولوجية حلولاً أكثر حكمة لتأثيرات تغير المناخ.